تحية الدولية للمحاصيل الزراعية وماس أمام العز السام اللي ما زلنا عند منطقة مهمة جدا جدا عايزين نخترق المنطقة اللي عند مستويات ال 16 جنيه لحد مستويات ال 16 جنيه 35 قرش، ودي هتودينا للهدف الأول بالنسبة لنا اللي عنده مستويات ال 18 لحد مستويات ال 18 ونص. محتار من السهم يا جماعة، خد قمة وقاع واستهدف مستويات ال 261 فيه، ومن كل هذه الدور اللي اعتقد لسه قدام بدري قوي، يعني اعتقد كمان ان احنا ممكن نروح لحد 327 فيبو، واول هدف زي ما قلنا واضح قدام مننا مستويات ال 17 جنيه، والهدف الاهم بالنسبه لنا اللي عنده مستويات ال 18 ونص، واعتقد لسه السهم قدام منه كتير. السهم في حاله واحده اقول عليه سلبي لو نزل تحت مستويات ال 13 جنيه 40 لحد مستويات ال 13 جنيه ونص، وده مش هيحصل وما زالت النظره ايجابيه للسهم، واعتقد ان السهم هيخترق المنطقه دي اللي هي بالنسبه لنا كانت اهم هدف اختراق الاستقرار، ومنها هيعزز بالنسبه لنا البحث عن الهدف التالي اللي عند مستويات ال 18 ونص اللي بعد منه ان شاء الله اتوقع نعمل قمه جديده. وقلنا في السابق ان احنا في الاساس بنستهدف ايه؟ بنستهدف مستويات ال 61 فيبو من هذه المنطقه، او المستهدف اللي بعد منها انه ممكن يروح لحد مستويات ال 78 فيبو اللي عند مستويات ال 22 جنيه و 75 قرش. بلاش الكلام ده، هناخد قمة وقاع بالنسبة لنا من بداية الانعكاس اللي حصل هنا، وهنستهدف يا شباب مستويات ال 200 إلى 261 فيبو، اللي عندنا هدف ال 200 فيبو وده أول هدف هنحترمه اللي عنده مستويات ال 20 جنيه و 85 قرش، والهدف التاني اللي عنده مستويات ال 25 جنيه، والمنطقة الأهم اللي احنا شايفينها اللي عنده مستويات ال 22 ونص لحد مستويات ال 23 ونص، وقلنا التوقعات نحطها في التلاجة ونمشي مع السعر خطوة بخطوة بهدف بهدف. عندنا أهم هدف في الوقت الحالي هو مستويات ال 18 جنيه و 35 قرش أو 18 جنيه ونص للمنطقة الصفراء اللي باختراقها، أتوقع إن إحنا إن شاء الله نعمل قمة جديدة وقد نضرب مستويات ال 200 فيبو ويمكن أكتر كمان، وبالتوفيق.